الذين يأخذون
روح ولا قلب. ربي أنت القريب والصاحب، أنت المجيب والسامع. اللهم فرحم ضعفنا ويسر أمورنا، واجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وشفاء أحزاننا. اللهم اجعل القرآن حجة لنا ولا تجعل حجة علينا. اللهم اجعلنا ممن يقرأه فيرقى، ولا تجعلنا ممن يقرأه فيذل ويشقى. اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة، وبكل كلمة كرامة، وبكل آية سعادة، وبكل سورة سلامة، وبكل جزء جزاء. اللهم أعد علينا شهر رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة، واجعلنا من المقبولين عندك يا أرحم الراحمين. اللهم يا ميسر كل عسير، نجينا من عذاب السعير، واجعل لنا من العسر يسرا، ويسر لنا كل أمر عسير، إن تيسير العسير عليك يسير. اللهم إني أسألك من النعمة تمامها، ومن الأسرة دوامها، ومن الرحمة شمولها، ومن العافية حصولها، ومن العيش أرغده، ومن العمر أسعده، ومن الأحسان أتمه، ومن الأنعام أعمه، ومن الفضل أعذبه، ومن اللطف أنفعه. اللهم كن لنا ولا تكن علينا. اللهم كن لنا كلنا ولا تكن علينا. اللهم كن لنا كلنا ولا تكن علينا. وانظر بوجهك الكريم إلينا، وصل اللهم وسلم